لكن في البدايه في خبر مهم جدا لازم نتكلم فيه، خبر خاص بالنادي الاهلي وتقديمه بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس الزمالك لاثارته الفتن بين الجماهير. هنقرا البيان اللي اصدره النادي الاهلي ونقرا الخبر بالتفاصيل والبيان بتفاصيله، ويا ريت تركزوا معانا في البيان ده قوي قوي لان مش هيحتاج اي تعليق مننا، لان البيان اعتقد شامل كل شيء. نبتدي البيان. يعني تقدم محمد عثمان نقيب محامي القاهرة والمستشار القانوني للنادي الأهلي بصفته وكيلا عن مجلس إدارة النادي ورئيسه محمود الخطيب ببلاغ اليوم إلى معالي المستشار النائب العام ضد أكاذيب رئيس نادي الزمالك التي جاءت في حق النادي الأهلي وقياداته في المؤتمر الصحفي الذي جري بنادي الزمالك مؤخرا. وجاء في البلاغ والذي حمل رقم 429 نساء 2019 عرائد نائب عام أدنى رئيس الزمالك يستتر بالحصانة البرلمانية في الوقت الذي يرتكب فيه جرائم في حق الآخرين والشخصيات العامة بهدف الإساءة لسمعتهم وإرهابهم، وهو الأمر الذي يغذي روح التعصب بين الجماهير ويكدر الأمن والسلم العام. ورغم قيام المجلس الأعلى للإعلام بإصدار قرارين رقم 57 و58 لسنة 2018 بمنعه من الظهور على الشاشات في ظل خروجه عن القيم والمبادئ والأخلاق العامة، لكن لا يزال رئيس الزمالك يستخدم موقع نادي الزمالك وحساباته الرسمية منصات لإطلاق الأكاذيب والشائعات، ومستمر في الخوض في الأعراض وإثارة الفتن بين الجماهير الرياضية وأبناء الوطن الواحد والتي من شأنها المساس بأمن وسلامة المجتمع. وتضمن البلاغ أيضا أن الحصانة البرلمانية مقررة لما يبديه النائب من آراء وأفكار في البرلمان ولجانه المختلفة ولحماية الوظيفة النيابية من تأثير السلطة التنفيذية له بالترغيب أو الترهيب، وبالتالي لا يجب أن تكون الحصانة التي يتمتع بها رئيس الزمالك ستارا لارتكاب الجرائم والخوض في الأعراض والإساءة للأشخاص والمؤسسات، ولا تضع صاحبها فوق المساءلة القانونية دون حسيب أو رقيب، وهو الأمر الذي يترتب عليه الخلط بين العام والخاص وتهديد دولة القانون والمؤسسات وتأجيج العنف المجتمعي. وأكد المستشار القانوني للأهلي في بلاغه أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي أكاذيب ومحض افتراءات يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة، كما أن التهم الواردة بحقه ليس لها علاقة بصفته النيابية، وهي أسباب توفر للنيابة العامة بعد استيفاء التحقيقات الشروط التي تتطلبها اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تم إقرارها في 2016 لرفع الحصانة البرلمانية عن رئيس الزمالك لاتخاذ إجراءات التحقيق وإحالته للمحاكمة. يذكر أن نيابة العجوزة تباشر حاليا تحقيقات مستمرة في بلاغ سابق لمجلس إدارة النادي الأهلي ضد تجاوزات رئيس الزمالك وندبت خبراء الإذاعة والتلفزيون لتفريغ الاستغانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقيادته. يعني أعتقد بيان وافي شامل كامل. طبعا دي المذكرة اللي تم طبعا تقدم بها، بيان وافي وكامل وشامل وفي كل حاجة، مش محتاج مننا أي تعليق خالص. لكن يعني التعليق الوحيد اللي نقدر نقوله إن لو كل واحد مركز في ناديه وكل واحد ملوش دعوة بالنادي الآخر الدنيا هتمشي أحسن من كده، ومش هيبقى فيه توتر في العلاقات ما بين الأندية بشكل عام. مش بتكلم على الناديين بالتحديد، وبالتحديد ما بين كمان الجماهير بشكل كامل، لأن مهم جدا دايما يكون في تواصل وعلاقات جيدة ما بين الجماهير المصرية بشكل عام، وخصوصا إن احنا مقبلين على حدث مهم جدا في مصر إن شاء الله، بطولة الأمم الأفريقية واللي فازت بها أو فازت مصر بحق تنظيمها مؤخرا من يومين، وده شيء كان هام جدا 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 نبتدي بيه حلقتنا النهارده.